جيت باش نشري بيول انا ما كمان انا فما دعم القضية الفلسطينية والسياسة هنا عندك حمد ما بطبيعة ما فما حاجات ما نحكيوش فيهم جملة ما بالنسبة لي انا قضية فلسطينية حكاية ما اللي نحن صغار ونحن ترباو عليها معناها فما حكايات ما نتناقشوش فيهم جملة لوكو القضية الفلسطينية بالنسبة لي انا ما حكاية تربيت بها وعشت بها وكبرت بها وعمرنا ما نبش نسلموا في حتى شبر منها وكذا.